أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: جاء في كتاب التوحيد في باب ما جاء في التطير في حديث إنما الشؤم في ثلاث: المرأة والفرس والشعر، قول ابن القيم رحمه الله: والله خالق الخير والشر والسعود والنحول إلى آخر الكلام، فما هو الشؤم وما هو النحل المقصود؟ وهل قول العامة امرأة النحل أو سيارة منحوسة يوافق معنى الحديث؟ نعم، هو التطير لا يزول الشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان بدون سبب، إذا كان بدون سبب فإنه شرك حرام، لأنهم يتطيرون بأشياء ليس فيها شر، ليس فيها تأثير، يتطيرون في بعض الطيور، يتطيرون في بعض الحيوانات، يتطيرون في الأعور، إذا رأوا الأعور يتطيرون، هذا لا يجوز، هذا الشرك، لأن هذه المخلوقات ليس فيها شر وليست سببا في الشر. أما إذا كان هذا المكان معروف في أنه هذه الدار معروفة في أنها إذا نزل أحد يصاب أو يموت، أو هذه الدار من رفدها عرف هذا أنه يموت، أو هذه المرأة لم تزوجها أنه يموت، فهذه أعيان خلق الله فيها الشر. الله يخلق ما يشاء، يخلق أعيان كثيرة، فإذا عرف عن هذه الأشياء أن من خالطها فإنه يصاب فإنها تشتهى، لأن هذا من الوقاية، الوقاية خير من العلاج. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول البلد الذي فيها وباء والخروج منها من أجل حجر المرض في مكانه، هذا من الأسباب ومن الوقاية. فإذا عرفت هذه الثلاث لأنها دخل شر وأن من قاربها يصاب، فالمسلم يتجنبها. الله جل وعلا يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أما إذا لم يعرف عنها شيء فلا يجوز الاعتقاد فيها، نعتبر أن وهذا ما عليه الجاهلين، يعتقدون في الأشياء المباركة والأشياء الطيبة، حتى الرسل تطيروا فيها، الرسل الذين جعل الله فيهم البركة تطيروا في موسى وتطيروا لمن معه، تطيروا بصالح عليه السلام، تطيروا بمحمد عليه الصلاة والسلام، فيجعلون مصدر الخير هو مصدر الشر. هذا فعل الجاهلين، هذا هو التطير المذموم والذي هو من الشرك.